هذا بالنسبة للوط عليه الصلاة والسلام. وهنا في سفر التكوين أيضا في الإصحاح السابع والعشرين السطر التاسع عشر يقول عن إسحاق عليه الصلاة والسلام، يقول يعني يعقوب لما دخل على إسحاق يقول: فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا، من أنت يا بني؟ فقال يعقوب. طبعا كان إسحاق أعمى، وكان طلب ابنه العيص، وكان العيص خارجا، فيعقوب كذب على أبيه وقال: أنا العيص، يعني اتهمون يعقوب بالكذب. يقول فيعقوب: فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك. هذا كذب، هو ليس عيسى، هو عيسو، هو يعقوب. قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا بني؟ يعني كان يطلب هو، يعني أن إسحاق كان طلب صيدا من ابنه العيص، وكان يحب العيص وما يحب يعقوب. فخرج العيص يبحث عن صيد لأبيه، فأم يعقوب قالت له: فرصة الآن، خذ هذا الغزال واذبحه وقل هذا الصيد، يحسبك أنت العيص حتى يباركك. فقال له إسحاق: بسرعة جئت بالصيد يا بني، أأنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتندم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه، تقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه، يعني لمسه. فقال أي إسحاق: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو، لأنه لبس شعرا يقولون حتى يظن أنه عيسو. يقول: ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال: هل أنت هو ابن عيسو؟ قال: أنا. قال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فتقدم الفاكل وأحضر له خمرا فشرب. يعني أيضا فيه اتهام يعقوب عليه الصلاة والسلام بأنه أول شيء أن داود أن يعقوب كذب على أبيه، ثم هو وأبوه شربا الخمر. وهنا عن هارون وموسى عليه الصلاة والسلام، هذا في سفر الخروج الإصحاح الثاني والثلاثون السطر الأول، قال: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالزنبيل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتكم أو إلهتكم يا بني إسرائيل. يعني الآن ليس السامري الذي صنع العجل وعبده، وإنما من؟ هارون، والعياذ بالله، هو الذي صنع العجل عندهم. وهنا في صمويل الثاني، أزعجتكم، ما عليه، سامحونا، أخذنا من وقتكم، لكن هذا فقط لنبين حقيقة هؤلاء الخبثاء عندما يطعنون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يطعنون في جميع الأنبياء أصلا. وهذا في صمويل الثاني في الإصحاح الحادي عشر في السطر الأول عن يعقوب، عن داود عليه الصلاة والسلام: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بنو عمون وحاصروا ربة، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه اسمها كذا بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها، والعياذ بالله. هذا يقولونه عن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول وهنا أيضا في صمويل الثاني الإصحاح الثاني عشر السطر الرابع والعشرون: وعزى داود بتشبع امرأته
ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. يعني سليمان هو ابن الزنا والعياذ بالله من هذه المرأة، امرأة أورية. وهنا في الإصحاح الثالث عشر أيضا من صمويل الثاني أيضا عن داود عليه السلام يقول: فلم يشأ أن يسمع لها صوتا بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها. هذا ملكهم اضطجع مع ابنة داود عليه الصلاة والسلام. وهنا عن سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا في سفر الملوك الإصحاح الحادي عشر السطر الأول، قال: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم التي قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم. وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه، يعني سليمان عليه الصلاة والسلام. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم. يعني سليمان هو الذي صرع الأصنام وصار يعبدها من دون الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وهنا في سفر أيوب أو اللي هي المزامير اللي تأتي بعدها، أيوب الإصحاح الأول السطر الرابع عشر عن أيوب عليه الصلاة والسلام: وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر. وهكذا الحقيقة أنا لم أرد أن أحصي كل شيء في هذه، ولكن أردت أن أبين بعض خبث هؤلاء النصارى واليهود عليهم لعنة الله في سبهم لأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه وطعنهم بهم. فلا يستبعد من هؤلاء أن يطعنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنصارى السابقون حقيقة يعني من المستشرقين وغيرهم من تكلموا عن نبينا محمد اعترفوا بفضله واعترفوا بقدره واعترفوا بأخلاقه، وأنه لم يرى على وجه الأرض يعني أكمل خلقا من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وإذاك لما صنع الكتاب أعظم 100 شخصية مرت في التاريخ ذكر محمد صلى على رأسها صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي هذا الكلب اليوم فيأتي ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. ولكن نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ضر السحاب نبح الكلاب أمثال هذا الخبيث، عليه من الله ما يستحق. نعم.